بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بإذن الله النهارده هنكمل مع بعض تطريز. هنعمل غرزة جديدة من غرزة التطريز الرباطي، اللي هي غرزة النخلة. هنستخدم معانا الخيط المالونيه، تمام، وخيط وإبرة والقماشة معانا. بس نبتدي كده مع بعض، نسمي الله. هنبتدي كده من هنا، بسم الله. طبعا احنا عدينا الخيط من تحت، تمام. احنا خدنا طلعنا الإبرة من الطرف، الخط ده. طبعا احنا عاملين خطين بنفس الطريقة دي كده، تمام. هنروح برضو لايه، الخط التاني، وهندخل الابرة بالشكل ده، بسم الله. هنسيب برد الخيط معانا كده لحد ما نعمل الغرزة اللي جاية. هنيجي بقى في نص الخطين ونطلع الابرة في نص الخطين يا حبايبي، ونطلع الابرة بالطريقة دي كده، تمام، بالشكل ده. ده اول غرزة عندنا. هننزل الابرة من بعد الخيط، من بعد الخيط ده، واضحة؟ وهننزل الابرة بالشكل ده كده. لو احنا مش عارفين نص الخط، ممكن ايه، نقيسه ونقسمه على اتنين ونعمل خط ايه، وهم كده في النص هنا، تمام. الغرزة التانية هندخل من هنا، من بعدها على طول على الخط بالشكل ده كده، بالطريقة دي. نروح الخط التاني وبرده من بعدها على طول، بعد الغرزة اللي عملناها بالشكل ده. وهنيجي نطلع الإبرة من الخط اللي في النص من هنا كده، تمام، بالشكل ده. وهننزلها برضو من بعد الخيط على طول، بالشكل ده. تاني نعمل طلع الإبرة من الجزء ده من هنا كده، من الخط ده، الخط اللي في الشمال، تمام. وهنروح الخط اللي يمت اليمين ونعمل بالشكل ده كده، ندخل الخيط بالشكل ده، وهنطلع الإبرة من المكان ده بالظبط حبايبي، تمام، بالشكل ده كده. نسحب الخيط وننزل الإبرة من بعد الخيط على طول في الخط الايه، في نص الخطين. لو احنا رسمين الخط الوهم اللي قلنا عليه ممكن يساعدنا برضو، بس نظبط الايه، الشغل كده، بالشكل ده كده، تمام. تاني المسافات تبقى واحدة بالشكل ده كده، تمام. ونيجي هنا بالشكل ده، وهنيجي في النص، وبعد الغرزة اللي عملناها في النص على طول اهي، بالشكل ده. وننزل بعد الخيط في نص الخطين بالشكل ده كده، تمام. هنيجي هنا وهكذا حبايبي لحد ما نخلص ايه، الرسمة اللي احنا عاملينها اللي هو الخطين دول. هنيجي هنا بالظبط كده، يعني ممكن نمسك الخيط بايدينا، وهنيجي هنا في النص
خطين بالظبط بالشكل ده، وهنطلع الخيط يسحب بالراحة، تمام، وهننزل الإبرة من بعد الخطين على طول بالشكل ده كده. لو عايزاها ضيقة براحتك، لو عايزة فراغات زي ما انا عاملة كده عادي برضو براحتك، تمام، بالشكل ده كده اهو. وهنطلع الإبرة من نص الخطين من جنب الغرزة القديمة اهي، ونسحب الخيط بالراحة خالص، تمام، وننزلها من بعد الايه، من بعد الخيط في نص الايه الخطين بالطريقة دي كده. اصبحت عندنا بالشكل ده يا حبايبي. ودي كان فيديو النهاردة، دي غرزة النخلة بالطرز الرباطي. اتمنى تعجب حضراتكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.